السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك لك يا رب ويجزيك عنا كل خير يا رب. اياكم. الله يكرمك. يا شيخ مصطفى معلش، انا اشتركت في مبادرة السيارات ودية وديعة دولارية في البنك، زي ما حضرتك عارف مستردة كمان 5 سنين. طيب. كيفية حساب الزكاة عليها؟ هل كل سنة ولا عند استلامها؟ يعني على الأصل ولا الأصل والربح؟ على إيه فهمت؟ على الأصل سنويا. على الوديعة الدولارية نفسها حوالي مثلا 5000 دولار بلغت النصاب، وهستردها إن شاء الله كمان 5 سنوات بدون فوائد بدون أي شيء. تكون الزكاة عنها سنويا، لكن إن لم تكن الزكاة في وسعك الآن تكون في ذمتك. أيوه. يلا لو مش فوزها الآن كمان 5 سنين لما استلمها أطلع بأثر راجع 5 سنوات. الله يسلمك. الله يجزيك خير يا رب. أيوة.